هذان الحالتين اللتين يعني تم الكشف عنهما من المتحول الجديد على ما يبدو لن تكونا الأخيرة، لأنه هناك حالة أخرى مشتبه بها من يعني شخص جاء من إلى مدينة فرانكفورت من جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي. لقد تلقينا خبر ظهور متحور جديد يحمل اسم أوميكرون القادم من جنوب أفريقيا. هذه فترة عصيبة في العالم وليس فقط في بريطانيا. المملكة المتحدة ستشدد القيود على جميع المسافرين بسبب متحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة، وهذا أمر مقلق. سوف نزيد من وتيرة التطعيم، لن نمنع الناس من السفر، ولكن سنتخذ الإجراءات اللازمة لكل القادمين من الخارج.